سلام الدراري، نتمنىكم تكونوا كل شيء بخير وعلى خير. يعني غادي نكملوا في الكورس ديالنا ديال البلوغر. بلي بار ديال الناس الحمد لله تبعوا معنا الدرس الاول، الدرس الثاني، الدرس الثالث اللي تكلمنا فيه على المقالات اللي عطيناكم واحد الموقع اللي خطير بزاف، اللي غيمكن لك انك تجبد منه لينيتش ديالك اللي يمكن لك تخدم به. انا ما تندويش على المحتوى العربي ولا المحتوى الاجنبي، مي تندوي على اون جينيرال، المهم داكشي اللي بغيتي انت. المهم كلشي نجح، ولكن نسبة مئوية كبيرة ان هذا المحتوى الاجنبي تيعطي واحد ريزلطة ليا زوينة، تنصح به. يعني انسان الا بغيتي تخدم خدم بالمحتوى الاجنبي، عنده واحد يعني واحد نسبة مئوية كبيرة بانك غادي تنجح فيه ان شاء الله رحمه راح. المهم يعني هنايا ما تزربش، كي سبق لي قلت ما تزربش في لينيتش ديالك ولا في الاختيار ديالك، يعني خذ وقتك الكافي. يعني واخا تبع معنا يعني الكورس بحال هكا وغادي بهاد السرعه هذه ماشي مشكل، واخا نسالي وحنا، المهم انت هو انك تبازي على هادشي هذا. الفيديوهات مازال كاينين، يعني انت خذ وقتك الكافي، يعني عرف شنو كاين، دير واحد الورقه وستيلو، عرف شنو يمكن لك تخدم. شوف كيما قلت لك قبل في الفيديو يعني الناس شنو باغين، ديك الساعه غادي نوطي ونحط عندي لينيتش ديالي ونخدم عليه ان شاء الله ونمشي به طابيطا. فهمتي؟ يعني تدير يعني عندك بروجي، هذا راه بروجي. بزاف ديال التساؤلات اللي جاوني مع الاخوان، كاين اللي تيبغي باغي السيو، كاين اللي باغي تخافي، كاين كله شنو باغي، هادشي كامل غنوصلوا ليه الاخوان. يعني ما تنزربوش، يعني تنمشيو طابي طاب يعني مع الناس اللي مبتدئه، يعني ما نطلعوش النيفو في خطره واحده. كاين الناس اللي ما عارفينش شنو هاد البلوغر، شنو هاد المدونه، شنو يمكن لي كيفاش يمكن لي ندير في هاد المدونه. المهم لذلك يعني تنقول يعني من هنا تنقول بان الا بغينا نخدموا ان شاء الله في البلوغر، يعني غندو معنا هذوك الناس المبتدئين ان شاء الله ونوصلوا مجموعي. داكشي علاش يكون الشرح ديالنا الحمد لله مبسط، تنظن بان القناه الاولى اللي تتبسط يعني في هادشي كامل. يعني الصبوف في الكورسات المواضيع ديالها يعني ما عندناش واحد اللغه اللي تندوي بها يعني بشي شكل، الحمد لله تنوسطوا مع ولاد الشعب داكشي غادي معاه طابي طاب. الدرس الرابع اللي غادي نتكلموا فيه هو الطريقه اضافه اقسام جديده للمدونه. يعني كيفاش غادي نديروا واحد الاقسام اللي غتكون جديده يعني في المدونه ديالنا، وغنديروا اكواد الاقسام، يعني بحال دوك الاقسام اللي درنا مثلا بغينا غير واحد القسم معين انه يبان لينا في الجنب ديال المدونه ولا لتحت في المدونه، فين ما بغيتي تحطوا غنعطيكم واحد الاكواد غتولي تخدم بهم ان شاء الله باش تزين المدونه ديالك. وغادي نخدموا على اقسام ديال التواصل الاجتماعي، يعني كيفاش نحط الانستغرام، اليوتيوب، فيسبوك. نبداو على بركه الله. المدونه ديالنا اخواتي في الله كما تلاحظوا هي هذه، يعني فيها مقالات، فيها اقسام، فيها كل شيء. يعني هنا الخوت ديجا كنت درت واحد الفيديو ساليتو مونطيتو، وفي الاخير يعني ملي مونطيت كل شيء حطيت كل شيء داكشي تسيبريما. كيفاش تسيبريما؟ كانت يسحب لي يعني الدرس الثالث هذا، قلت راه نحيد عليا هادشي هذا، نخوي من هادشي من الديسكتوب وانا سيبريمي داكشي ديال اليوم الدرس الرابع. المهم كنت قديتو طلعت واحد الفيديو اللي زوين صراحه، ورغم ذلك انا دابا تنعاود في الفيديو، ماشي تنعاود هادشي، راه تنعاود لكم البارح درت الفيديو، اليوم عاوتاني تندير الفيديو بالنهار، من عادتي تندير الفيديو بالليل، دونك دابا تنديرو بالنهار. واخا ان راه تيتسرب ليك واحد شويه ديال يعني ديال الفشل، ولكن رغم ذلك مكملين حيت وعدناكم بان غديروا كورس ديال بلوغر من ا تل زد، ومعنا ناس مبتدئين الحمد لله اللي تتبعوا الفيديوهات ديالنا، كل ما تلوحوا فيديو تتبعوه. حنا هادشي راه تمشي معكم بالتبسيط، كي تلاحظوا راه تنبسط هادشي طابيطا. المهم قال لنا واحد القسم ولا نزيدوا قسم واحد اخر ماشي مشكل، المهم غادي نجيو باش اننا نزيدوا واحد القسم. شنو تدير؟ تدخل لهنايا بيان سور، يعني اللي غادي نتحكموا فيها يعني المدونه ديالنا تنتحكموا فيها يعني من هنايا، تجي تدير هنا على اساس انك غتنشا واحد البوست اللي هو جديد، يعني غتنشا واحد المقاله اللي هي جديده، تطلع لك هذه الخانه بهذا الشكل هذا. هنا تدير يعني الصور، تدير المقاله ديالك، تكتب اي حاجه بغيتي تكتبها، فوالا. هنا تدير التيتر، العنوان ديال داك المقاله اللي غادي تبان. هنا كي تتعرفوا هذا الشيء كامل لا داعي لشرحه، يعني انتم تتفهموا هذا الشيء كامل. بالنسبه للصور باش انك تضيفهم غتضيفهم من هنايا، اللينك كذلك من هنايا، المهم نخلي هذا الشيء ديالكم نتوما. هنا تدير التسميات، يعني دير التسميه اللي بغيتي نتايا، على سبيل المثال بغينا نزيدوا واحد القسم، بغينا نسميوه مثلا هنا هانتوما كيلاحظوا معايا السيارات، هنا كاين الامان، سيارات دفع رباعي، وبغينا نزيدوا شي قسم. هذا القسم هذا مثلا على سبيل المثال بغيت نسميه السيارات الكلاسيكيه، تنجي هنا وتندير دون فوالا التسميات. ملي تنسالي المقال ديالي وتنسالي التيتر ديالي كذلك، تندير يعني بيبليش، يعني نشر، تنشر يعني هذا المقال ديالي. انا هنا ديجا انني مقاد واحد المقال اللي باش نزرب. المهم هو هذا، ها هو، لاحظوا معايا
انا نوريه لكم. فوالا هو هذا المقال هذا، يعني درت التصويره ديالو، درت هذا كذلك مقال السيارات الكلاسيكيه بحال هكا، درت العنوان صافي. ملي درت هادشي كامل شنو بقى لي ندير؟ المهم واحد النقطه بغيت نوه ليها هو الصور. يعني بالنسبه للصور اخواتي في الله، ما تاخذوش واحد الصور اللي هي كبيره بزاف، حيت الصور اللي تتكون كبيره يعني تتقل المدونه، وهاد الحويجات هادو بزاف ديال الناس المدونين يعني ما تنتبهوش لهاد الحويجات. الصور ما تاخذهاش كبيره، خذها صغيره، وما تاخذش واحد الكاليتي اللي هي طالعه بزاف. المهم واحد النقطه راه هي وريتها، ولكن بحكم يعني مشى الفيديو. التصويره باش ناخذها تنحاول ندير سكرين، يعني كونترول امبريمي اكرون، فوالا تناخذها بحال هكا، ونقدر نعدل عليها مثلا في الفوتوشوب ولا الاليستراتور، يعني تحيد هذا الكود سورس اللي تيكون في التصويره باش ما يبقاش عند داك حقوق الطبع والنشر، فهمتي؟ المهم راه كاينه شويه الخدمه، ولكن شوف كون على يقين بانها غتعطيك واحد الريزلطه اللي هي زوينه بزاف المدونه ديالك من القدام، من غير تارشف المواضيع ديالك وكل شيء غيولي يبان، ديك الساعه تولي واحد الخدمه اللي هي زوينه بزاف. المهم اللي تتسالي هاد الحوايج كاملين شنو تدير؟ تدير يعني نشر، تتكليكي على نشر اوتوماتيكمون تتنشر لنا المقاله ديالنا. ولكن المقاله ديالنا باقي ما عندهاش واحد سميتو واحد القسم باش يجي واحد الزائر يكليكي هنايا وتطلع عليه ديك المقاله اللي بغينا نسميوها حنا مثلا السيارات الكلاسيكيه. شنو تتجي؟ تتجي تدخل للتخطيط، تتكليكي على تخطيط. المهم تتجي هنا، تتجي الموني، ديما نبقاو محكمين في الموني، يعني بغيتي تخدم في ديك البانر ديال الموني غتخدم غير هنايا. شنو تتجي تدير؟ في حالة ما الا ما بغيتيش مثلا تزيد في البلاصه ديال علامات الاستفهام هنايا، بغيتي تزيد شي قسم واحد اخر هنا، راه ماشي مشكل، تجي غير هنايا وتدير داك القسم اللي بغيتي انت تسميه انت فوالا، وهنا تدير الرابط ديالو. انا نوريكم كيفاش تاخذوا الرابط كذلك. المهم حنا نبقاو في علامات الاستفهام نقادو حتى هي. المهم تجي هنايا تتحيد علامات الاستفهام، تنديرو السيارات الكلاسيكيه، تنديرو سيف. دابا شنو اللي بقى لينا؟ بقى لينا غير ناخذوا الرابط ديال هذا القسم هذا، نديرو تحديث للموقع، غادي تطلع السيارات الكلاسيكيه هنايا او القسم ديالنا هنايا في هذه الخانه هذه. ملي غادي تطلع يعني هاد الخانه هادي، دونك ضروري خصنا واحد الرابط ديالها. دونك هاد الرابط هذا منين تنجيبوه من التسميات، تنجيو تندخلوا يعني لهنا، تنزلوا التسميات ديالنا اللي غادي تكون لتحت، واللي ما عندوش تسميات بيان سور غادي يضيفها من هنايا، واخا يكون عندك قالب واحد اخر غتضيف تسميات من هنايا. كانت عندك تسميات غتدخل هنا للتعديل، ملي غدير تعديل الواجهه هادي غتسيليكسيوني هنايا، غتطلع لينا الاداه هادي غادي نكليكو عليها. هنا معظم الاخوان كي تتكون عنده بحال هكا، فهمتي؟ تتكون خاوي انت تتسيليكسيوني عليها، ملي تتسيليكسيوني عليها بحال هكا تدير دون، تدير سيف. ملي تدير دون وسيف تجي تدير اكتياليزي الموقع ديالك باش ندخلو التسميات ونكليكيو على التسميات. فوالا بحال هكا تنجيو تنكليكيو على التسميات يعني السيارات الكلاسيكيه، تنكليكيو عليها بحال هكا غيطلع لينا الرابط ديال هاد القسم هذا. شنو غنديرو ليه؟ غناخدو كوبي فوالا منو بحال هكا، هو غيولي يطلعهم هنايا. تنجيو نرجعو لهنا ونمشيو للموني، فوالا الموني ديالنا هو هذا، غنديرو اداه التعديل ونرجعو لفين صايبنا قبيله داك القسم ديال السيارات الكلاسيكيه، نديرو تعديل ونجيو هنايا ونحيدو هذا الرابط هذا فوالا بحال هكا، ونديرو الرابط اللي نسخنا قبيله ونديرو سيف. اوتوماتيكمون درتي سيف غدير اكتياليزي لاباج، دابا غتولي تدخل القسم ديالك، الزائر غيولي كليكي هنا غيدخل لذاك الشيء لهذا القسم هذا بالذات. فوالا هذا فيما يخص الاقسام. يعني دابا الاقسام الا بغيتي تزيد قسم واحد اخر خامس ولا سادس ولا سابع ما كاينش المشكل، فوالا داك الشيء ساهل. المهم بالنسبه لهذه القضيه ديال اللي تتكون هنا مثلا السيارات اللي كنا تكلمنا عليها، هما هاد الخانات هادو اللي هنايا، ماشي مشكل، هادو راه دوينا عليهم في الفيديو السابق، يعني تزيد غير واحد الشريطه لتحت وتيوليو تحت داك القسم اللي بغيتي نتايا. المهم هذا فيما يخص الاقسام. دابا غادي ندوزو يعني مثلا بغينا الاقسام نديروهم هنا مثلا. شوف كاين بعض هاد الاقسام هادو، كاين بعض الناس اللي عندهم مدونات اخرين يعني عندهم قالب اخر من غير هذا، باش تاخذ هاد الحويجات هادو يعني غادي نخلي لك الاكواد الاتش تي ام ال يعني لتحت هاد الفيديو هذا. المهم تجي هنا تتعدل مثلا، بغيت على سبيل المثال هذاك الموضوع ديال الاخير يعني بالنسبه للمقالات الاخيره تيطلعوا هنايا، شحال بغيتي هنا الارقام ديالها 5 4 3 داكشي اللي بغيتي، وتدير سيف. هنا فيما يخص ذات صله بيان سور يعني المواضيع حتى هو الكود ديالو غادي نخليه تحت الفيديو، كاملين عندهم كودات. وبالنسبه للتعليقات كذلك، يعني بالنسبه للناس اللي تيعلقوا اخر تعليقات تيطلعوا مثلا 5 ولا 6،
هنا واحد النقطة اللي بغيت نشير لها فينا هي هنا باش تفهموا معايا. هنا بغيت ندير واحد القسم معين عندي في المدونة، بغيت نديره في الجنب تاع هذه المدونة هذه، وهو اللي غيبقى يبان ليا هنا مثلا. داك القسم شنو سميتيه نتايا؟ انا هذا القسم اللي بغيت مثلا على سبيل المثال هو سيارات الدفع الرباعي، هو هذا فوالا هنا. المهم وباش الا ما صبتيش على سبيل المثال غدير اد، وتاخذ ملي غدير اد غدخل اش تي ميل. هذه في حالة ما كانش عندك مثلا انت داك هذا القالب هذا ولا شي قالب واحد اخر، غتكليكي غير هنا. ان فوت كليكي عليها هذا الاش تي ميل غادي يطلع لينا هذه الصفحه بحال هكا. المهم غتسمي داك القسم ديالك وغتزيد هنا دير داك الكود اللي غادي نعطيك انا، صافي. المهم سهله. المهم تنجيو هنايا تنديروا التعديل. التعديل شنو تدير؟ ملي تنصيب مثلا داك الكود كاين عندي، تسمي داك القسم اللي عندك مثلا في المدونه، وهنا يعني تجي تسمي داك القسم، وهذا راه الكود غادي نباسيه ليك بيان سور، تدير سيف. بالنسبه للناس اللي عندهم هذا القالب راه ديجا خليت فيه داك هذا الكود هذا، صافي. انفو غدير سيف غادي يطلع لك، صافي. تيطلع لك هنايا تيولي تيطلع لك المواضيع ديال داك القسم المعين، صافي. هذا فيما يخص الاقسام اللي تكلمنا عليها كيفاش تزيدهم وكيفاش ديرهم، يعني الاكواد الاتش تي ام ال. دابا بقاو لنا بالنسبه لهادشي ديال فيسبوك تويتر وهذا، يعني هذاك الشيء تدخل ليه من هنايا، يعني انا ناخذه معكم. يعني فين تجي تكليك هنايا فوالا، هنا شنو غادي نصيبو؟ غادي نصيبو الفيسبوك. تدير ايديت، ملي تدير تعديل هنايا غتحيد هاد دياز هادي، وغدير الرابط ديال الفيسبوك ديالك ودير سيف. كذلك على تويتر، بنتيراس، اليوتيوب، الانستغرام، كلشي. المهم وداكشي اللي ما عندك ما دير بيه حيدو، يمكن سيبريمي راه كاينه ديلات. المهم هنايا غادي ناخدو عاوتاني هذا قديناهم، غادي ندوزو دابا الاشتراك معنا في صفحتنا. هاد الحوجات كاين بعض الناس اللي ما عندهمش مثلا هاد القالب كما تكلمت عليه، حتى هو غادي نخلي لكم هاد الكود هذا. تجي هنا فينا هو لتحت، يعني في الجنب بيان سور غادي نصيبوها هنا. ولا ما كانتش عندك كان هذا القالب واحد اخر، يعني تضيفها عاديه. شوف انت فين بغيتي تحطها. تدير تعديل، ملي تدير تعديل غادي تصيب هاد الكود هذا اللي تكلمت عليه، فوالا هو هذا. هنا تكتب اي لعبه بغيتي تكتبها، ماشي مشكل. المهم هنا فين غادي نكتب هاد الروابط ديالنا، تتنزل لتحت. لتحت هنايا تنكبر، نحاول نكبر هذه كامله باش تفهموا معايا داك الشيء اللي غادي نقول. فوالا تندير هكا، تنجي تنشوف مثلا السطر الاول هنايا ديالاش هذا، تنجي تنصيبو ديال الفيسبوك. هنا في هذه الخانه ديال دياز تنكتب داك الرابط ديال الفيسبوك ديالك، فوالا. وكذلك الرابط الثاني شنو فيه؟ في تويتر، تجي هنا وتدير الرابط تاع تويتر وتتكمل، واللي ما بغيتيش حيدو. فوالا هنا تدير سيف. ملي تدير سيف وتتاكتياليزي الموقع تيطلعوا لك بهذه الوتيره. وبالنسبه للارقام كذلك راك تتعدل عليهم، انت اللي تتعدل عليهم، شي حاجه زوينه هذه صراحه. شنو اللي بقى لينا؟ بقى لينا لتحت، يعني هذا الشيء اللي لتحت بيان سور هو غديرو. بالنسبه للسيارات هما يعني غادي ملي غتجي هنا قسم من الاقسام مثلا اختاري ديال السيارات، حتى هو غادي نخلي لكم الكود ديالو تحت الفيديو. هنا معلومات عنا غادي نخلي لك مثلا واحد الكود حتى هو كيفاش تخدم عليه. غدير معلومات يعني على الموقع وكذا. بالنسبه هنا يعني عندنا الاشتراك والتسميات، التسميات تخليها اشتراك، بغيتي تحيدها حيدها ماشي مشكل، من الاحسن باش تبان المدونه بطريقه مزيانه، صافي. وهذا الشيء هذا اللي كاين لتحت كذلك، يعني هو اللي شرحناه الفوق، يعني راه هو اللي كاين عندنا هنايا. فينا هو؟ ها هو. تدير ايديت وتعدل عليه عاوتاني بحال كيما عدلنا على داك الفوق، فوالا. يعني هذا الشيء اللي كاين، تتولي عندك المدونه بهذا الشكل هذا، فوالا. تولي عندك اخر المواضيع. اخر المواضيع حتى هي تكلمنا عليها، يعني تحطك اخر مواضيع هي هذه، ها هي. وبالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا هذه الخاصيه هذه وبغى الكود وبغى هذا، راه حتى هو غادي نباسي وتا هو تسيبو لتحت ان شاء الله الرحمن الرحيم، فوالا. بحال هكا وتدير سيف، صافي الاخوان. يعني هادشي اللي كاين، هادي هي المدونه ديالنا، صايبناها، صايبنا كلشي الحمد لله. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نتلاقاو في الدرس الجاي. ما تنسوناش من التعليقات ديالكم لي لايك، ولا كنتو جداد اشتركوا معنا وفعلوا خاصيه الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا. الى هنا دمتم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.